يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا رأيت رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبر، فماذا أقول له؟ بين له، قل إنه ما يجوز الدعاء عند القبر. إن كان يدعو القبر هذا شرك أكبر، أما إن كان يدعو الله عند القبر فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. القبور لا يدعى عندها ولا يصلى عندها ولا يعتكف عندها، ما تفعل العبادات عندها ما عدا السلام على الميت والدعاء للميت، ما تدعو لنفسك إنما تدعو للميت. نعم.